أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية، ونناقش معكم الليلة. نتنياهو يغامر بحياة أكثر من مليون نازح في رفح بعملية عسكرية جديدة يراها ورقة أخيرة لإطالة عمره السياسي. مصر تحذر، وفي قلب العملية معاهدة كامب ديفيد. ولدينا أيضا واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد استئناف هجمات ميليشيا إيران، تتعهد برد الحاسم، فهل تخشى أمريكا من أن تدفع ثمن دعمها لإسرائيل؟ وفي موضوعات الليلة أيضا، وزير إيراني رفيع شغل منصب وحدة العمليات السرية في الحرس الثوري ملاحق من الانتربول، ويقطع زيارة خارجية خوفا من التوقيف. نكشف التفاصيل. تصدرت العملية العسكرية التي ستقوم بها إسرائيل في رفح عناوين الأخبار في كل الأوساط الصحفية والقنوات، وأيضا في النقاشات العامة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأروقة السياسية. السؤال الدائم، هل هي عملية حقيقية ستحدث؟ الإجابة تأتي من إسرائيل بنعم، ولكن السؤال، لماذا يغامر نتنياهو بعملية عسكرية من هذا النوع؟ التحليلات تقول أن هذه العملية ستكون ربما توفر له أمدا زمنيا جديدا يستطيع أن يبقى به في الحكم. من الناحية العسكرية، إسرائيل تقول أيضا أن هناك 4 كتائب رئيسية للجناح العسكري لحركة حماس ما زالت موجودة في رفح، وبالتالي لابد من الدخول إليها. أيضا، وهو ما لم تعلن عنه إسرائيل، هناك، وهذا يدعونا إلى التفكير، أن حتى اللحظة لم تحقق إسرائيل الهدف الذي تسعى إليه، وهو السنوار والضيف، رأس السنوار ورأس الضيف. هي تعتقد أنهم ربما يختبئون ومعهم أيضا المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين في منطقة رفح، باعتبار أنها تقول أنها طهرت الشمال والوسط، لم يتبقى سوى جنوب غزة، لذلك تراهن على أن هذه المعركة قد تكون بمثابة الانتصار الحاسم، أو كما تسميه إسرائيل النصر الكامل. فيما يتعلق بأمريكا، هناك مصادر دبلوماسية رفيعة كشفت لخارج الصندوق معلومات مهمة. نصح الرئيس الأمريكي بايدن على مدى الأيام الماضية بعدم انتقاد نتنياهو علنا، وخاصة فيما يتعلق بعملية رفح، وأن عليه أن يقدم له نصائح سرية. لماذا ترفض أمريكا مسألة أو عملية رفح؟ لأنها تخشى من زيادة الفاتورة المرتبطة بالأزمة الأخلاقية الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة نتيجة العمليات العسكرية الواسعة التي قامت بها إسرائيل في غزة، والتي ربما ملامحها موجودة اليوم على شاشات الإعلام الأمريكي بشكل كبير، وهي المظاهرات في الجامعات الأمريكية. ولكن دعونا نستمع إلى ما قالته واشنطن مؤخرا بشأن هذه العملية. We still have some concerns in terms of the various courses of actions. لا تزال لدينا مخاوف بشأن مسارات إسرائيل حول رفح، وسنواصل مناقشتها، وأيضا سنأخذ بالاعتبار سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية. لا توجد مؤشرات في هذه المرحلة على بدء أي نوع من العمليات البرية في رفح، وستظل المحادثات مهمة للغاية. بالمناسبة، قد تكون هذه التصريحات، لأننا دائما داخل الصندوق نعتقد أن هناك توافق أمريكي إسرائيلي على كل شيء، وأن إسرائيل قبل أن تفعل أي شيء تذهب إلى أمريكا لتأخذ الموافقة، لكن السوابق تقول أن هذا غير صحيح. لذا بايدن خائف من نتنياهو. تخيلوا أن يوف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي كان في زيارة إلى أمريكا قبل عملية إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية، ولم يخبر نظيره لوزارة الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبالتالي بايدن خائف من تهورات أو الخطوات التي يمكن أن يقوم بها نتنياهو منفردا. نذهب إلى مصر. مصر منذ فترة طويلة وهي تقول بشكل واضح أنها ضد هذه العملية العسكرية التي يمكن أن تحدث في رفح، لأنها تقترب من الخط الأحمر لما سمي تاريخيا باتفاقية السلام التي وقعت بين
الرئيس الراحل السادات وما بين إسرائيل، ووضعت ملامح معينة الجميع يعلمها فيما يتعلق بخط ترسيم الحدود في سيناء، وفي هذه الحدود الفاصلة ما بين غزة المصرية وما بين غزة أيضا الفلسطينية. ولكن نستمع إلى ما جدده من جديد أو ما أعرب عنه من جديد وزير الخارجية المصري. نحن نترقب وندعو لعدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراءات عسكرية في رفح. هذه أيضا دعوة من غالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي لإدراك الجميع بأنه الأعمال العسكرية في منطقة تكتظ بالسكان المدنيين حوالي 1.5 مليون سوف يترتب عنها مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من المعاناة، مزيد من التشريد، مزيد من المحاولات لتصفية القضية من خلال التهجير. بس يا رب يا رب يا رب ما تصل مرحلة انه الجيش الاسرائيلي يخش المنطقة هذه، لانه اذا وصل المنطقة هذه ابادة بمعنى الكلمة، بمعنى جميع الكلمات ابادة حكومة. انت بتخيل قديش في هان عالم، تخيل قديش في عالم هان عالم يعني ايش كلها عالم كثير هان. وقف الحرب، احنا ناس بدنا نعيش، احنا عنا ناس سلمين، احنا لا تعون طخ ولا تعون كتل ولا تعون حاجة، احنا ناس مواطنين بدنا نعيش، عنا صغار بدنا نربيهم بدنا نطعمهم. دعونا نناقش ما سيحدث برؤية خارج الصندوق. ينضم إلينا من القاهرة اللواء الدكتور أحمد شحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي. أهلا بك سيادة المستشار. ومن حيفا أيضا ينضم إلينا يوسي يونا، الباحث والنائب السابق في الكنيست. سيد يونا، هناك من يقول أن ما سيقوم به نتنياهو هو مغامرة غير مدروسة وغير محسوبة، هو يضحي بالآلاف من المدنيين دون أن تكون هناك أي احتياطيات على الأرض أو حسابات دقيقة لحماية المدنيين. هل يغامر نتنياهو وبصورة إسرائيل وما تبقى من هذه الصورة؟ مساء الخير. أولا طبعا هناك مبرر أن الاستئصال حركة حماس من غزة أو من أماكن أخرى، لا شك في هذا الموضوع. والسؤال، هل هذا الخيار هو وارد؟ طبعا الخيار وارد. وبالنسبة لسؤالك، هل هذا إذا يعني حدث أو تهديد أنه راح يحدث يعني اجتياح بري لمدينة رفح، هل سيساعد نتنياهو للبقاء في السلطة وأشياء من النوع؟ طبعا في إشي من هالنوع، وفي إشي من اللي تتكلمي عنه أنه يراهن وأشياء من النوع. لكن خلينا نفصل يعني بين السؤالتين. السؤال الأول أنه في مبرر لاستئصال حركة حماس، أنه تهديد ملموس لدولة إسرائيل، وكيف أعلن زعماء حركة حماس بأنهم سعيين لإزالة إسرائيل وأشياء من النوع. لكن ويطلع يعني الموقف هو شوية غامض حسب رأيي، معناها أنه حسب رأيي أنه في هناك كان تأييد واسع أي من الولايات المتحدة أو من الدول العربية أيضا في هذا النحو، بأنه ليس لهم أي مشكلة إذا إسرائيل أخيرا تستطيع في هذا النحو أن استئصال حركة حماس. لكن طبعا كيفما كان يعني لنحيد الأطراف هنا، الصراع هنا فلسطيني أو بشكل واضح ما بين حماس وما بين إسرائيل. أنا أسألك بشكل مباشر، ما فشل نتنياهو في تحقيقه على مدى الفترة الماضية، هل ستحققه له عملية رفح؟ يعني إجابة قصيرة نعم أم لا، لأنقل إلى ضيف الآخر. لحد الحين لم ينجح في أهدافه. هذا إشي واضح، لأنه حركة حماس بقيت في قطاع غزة. هذا السؤال، هذا يعني جواب، هو جواب واضح. لكن في هناك طبعا تنسيق، خلينا نقول موقف ازدواجي بين المصالح الشخصية لنتنياهو وحزب الليكود بشكل خاص،
والمبرر المبدئي لمواصلة الحرب ضد حركة حماس. طب هذه نقطة واضحة يمكن مناقشتها، ولكن اسمح لي أن أنقل إلى سيادة اللواء، وقبل أن نطرح السؤال سيادة اللواء نستمع سويا مع حضرتك لما قاله اليوم أوفير جندلمان في حوار خاص مع العربية بشأن هذه العملية، لأنه يفتح أمامنا الكثير والكثير من الأسئلة. قد اختير من قبل رئيس الوزراء وتمت المصادقة على جميع الخطط العملياتية المعنية باجتياح رفح، لأن رفح هي المعقل الأخير لحماس، ولذا يجب المضي قدما في العملية من أجل القضاء على حماس بأكملها. نحن لا نريد أن نرى حماس تعيد تنظيمها وتصليحها بعد عدة شهور أو سنة أو سنتين، وعندئذ هي ستتمكن من ارتكاب المزيد من المجازر بحق مواطنينا، لذا لابد من استكمال المهمة والدخول إلى رفح. إذن دكتور أحمد، رغم كل الدعوات لعدم القيام بهذه العملية وفي مقدمتها الدعوات المصرية، إلا أن إسرائيل عازمة على القيام بالعملية. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن أن يفتح ذلك جبهة للمواجهة بالفعل مع مصر، خاصة لأن هناك محور دائم الحديث عنه وهو محور صلاح الدين، في إطار أن هذا الأمر قد يهدد اتفاقية السلام، ماذا ستفعل مصر؟ بداية مساء الخير على حضرتك. يعني أنا شايف أن هناك جدية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في اجتياح رفح، لأنها تعتبر الفرصة الأخيرة له لتحقيق أهداف العملية العسكرية التي بدأت من 7 أكتوبر حتى تاريخه، وأن لا يستمر يعني مخطط الفشل ومسلسل الفشل حتى هذه اللحظة. وهناك بعض الشواهد تؤكد هذا الموضوع، منها إعادة تمركزات لبعض القوات العسكرية سواء من الشمال أو من الوسط، وفي نفس الوقت الإعداد أو تصديق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة للتسويق لهذه العملية بشكل مباشر. الموضوع يعني استهداف إيران الأخير الموسع من خلال المسيرات وصواريخ بيعطي ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، وأعاد الموضوع من باب أن هناك رفض أمريكي ورفض أوروبي إلى من الممكن قلت حدة الرفض الأمريكي، وبدأ هناك صورة أخرى لوضع بعض الضمانات التي لعدم استهداف المدنيين وفتح. يعني من الناحية العملية يقال أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ضمانات تتعلق بأكثر من 1 مليون نازح في جنوب غزة، وأن هذا الأمر ربما سيؤدي إلى خطورة على الحدود المصرية، لأنه قد يحدث نزوح إن صح التعبير، وهناك أيضا خطورة على المحور الحساس في الاتفاقية أيضا وهو محور صلاح الدين، حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية ومنها يديعوت أحرانوت أشارت بشكل واضح إلى أن هذا الأمر قد يهدد اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل، وكان هذا عنوان رئيسي لأن هناك مخاوف من هذا الأمر بشكل كبير. بماذا تعلق على هذا الأمر سيادة اللواء؟ بطبيعة الحال يعني إذا حدث هذا الاجتياح سيؤثر على أو سيقترب من الخط الأحمر لتحديد الدولة المصرية، وسيحدث مضاعفات عميقة في إطار اتفاقية السلام، ويحدث حالة من التوتر في العلاقات، وسيفرض تقدير موقف جديد. وأكيد الدولة المصرية يعني تستعد جيدا لهذا السيناريو من خلال تحركات على المسارات المختلفة، وأعتقد أن نتنياهو سيكون حريص على عدم استفزاز الدولة المصرية، وأنه يتحرك عسكريا في رفح من خلال عمليات نوعية. إذا كان حريص على هذا الأمر، لماذا يستمع إلى يمينه المتطرف الذي يدفعه بشكل كبير لاتجاه هذه المواجهة ولاتجاه مصر ولاتجاه محور فيلادلفي بشكل كبير؟ نحن جميعا نستمع إلى تصريحات من اليمين الإسرائيلي تحفز نتنياهو ضد مصر وضد هذا المحور، التي تعتقد إسرائيل أنه يخرج من أنفاقه يعني مقاتلي حماس.
أعتقد أن نتنياهو يعني في إدارته في حالة تخبط كبيرة جدا ما بين المتشددين أو مجلس الحرب، فهناك أصوات يعني تدعم العملية العسكرية بشكل عنيف والتعامل مع تداعياتها حتى لو وصل الأمر إلى صراعات عسكرية أخرى وفتح بؤر توتر، وهناك أصوات داخل مجلس الحرب لا تعترض على اجتياح رفح ولكن تقول يعني من المهم أن نتحرك على مسار الهدنة. أنت أشرت إلى نقاط مهمة سيادة اللواء، اسمح لي أن أطرحها على سيد يونا. سيد يونا، ما قاله سيادة اللواء أحمد الشحات الآن أن إسرائيل بذلك ربما تفتح جبهات جديدة للمواجهة ومنها حساسية الملف مع مصر، هل يغامر أيضا نتنياهو بهكذا أمر؟ طلعي مثير اهتمام مع أنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زار القاهرة في الأيام الأخيرة، معناها أنه في هناك مشاورات بين إسرائيل وبين مصر في هذا هناك الشيء. وفد إسرائيلي أعلن عنه أنه يقوم بزيارة حالية لمصر. بالضبط، هذا مثير للاهتمام بأنه هذا شيء مهم عشان إسرائيل، بأن إذا 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 فعلت ذلك، يعني إذا سيكون هناك اجتياح بري لمدينة رفح، لا أرى نقطتين، لا أرى بأنه هذا سيحدث بدون خلينا نقول أذان أمريكي أو تنسيق مع 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 الولايات المتحدة، وخاصة بالنسبة للسؤال اللي يعني طرحتي وهو ما سيحدث يعني سكان غزة، وطبعا هذا إشي يجب على إسرائيل نفسها أن تأخذ بعين الاعتبار معناها أنه إلحاق الأداء في سكان رفح، هذا حسب رأيي الولايات المتحدة وبايدن بشكل خاص لا يسمح لنتنياهو لإسرائيل بشكل عام أنه سيكون اجتياح بري لمدينة رفح بدون اتخاذ بعين الاعتبار هذه التساؤل الكبير. والنقطة الثانية كيف ما حكيت أسلفت بقولت يعني هل مشورات بين إسرائيل وبين مصر، هذا إذا إسرائيل تريد أن تفعل ما في هذا الشأن يجب عليها أن تأخذ بين الاعتبار المصالح والمواقف المصرية. طب اسمح لي لضيق الوقت أن أعرض هذه النقطة على سيادة اللواء أحمد الشحات، خاصة أن مصر نفت تماما أن يكون هناك أي مشاورات أو تنسيق يخص هذه العملية التي تزعم إسرائيل أنها ستقوم بها قريبا في رفح. بماذا تعقب على ما يقول الآن سيد يونا بأن ثم تنسيق بين مصر وإسرائيل في هذا الأمر رغم النفي المصري؟ هذا استمرار للروايات المضللة في هذا الاتجاه، يعني وإن طلبت إسرائيل أي تنسيق من هذا النوع فيقابل بالرفض، وكل الجهات الرسمية المصرية أكدت على ذلك، ومصر تؤكد أن هذا خط أحمر لما له من تداعيات على الأمن القومي المصري وله من تداعيات على تصفية القضية بشكل كبير. فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا الطرح، ومن آن لآخر يتم يعني تناول هذا الموضوع ويتم. طب أنت الوقت انتهى، ولكن لابد أن يعقب سيد يونا على ما وصفته أنت حضرتك وأيضا يعبر عن موقف المصري، ألا ما تقوله إسرائيل عن تنسيق مع مصر هي روايات لا كاذبة وتخلو من الصحة تماما؟ لحظة، أنا قلت أنه تبحث عن تنسيق، ما قلت أنه في هناك يعني حدث التنسيق بين إسرائيل وبين مصر، قلت أنه إسرائيل تبحث عن تنسيق ما بينها وبين مصر في هذا النحو، ولكن هذا يبدو أن الباب مغلق. يمكن ليس لي معلومات خاصة في هذا الشأن. طيب أشكرك، أشكر من القاهرة اللواء الدكتور أحمد الشحات استشاري الأمن الإقليمي والدولي، ومن حيفا أيضا الشكر ليوسي يونا الباحث والنائب السابق في الكنيست. وفي ملفات خارج صندوق الليلة، غضب طلاب الجامعات الأمريكية يتصاعد رفضا لحرب غزة، والشرطة تعتقل العشرات مجددا، الموقف يحتدم. مشهد مظاهرات الطلاب في جامعة كولومبيا يتصدر وسائل الإعلام الأمريكية بشكل كبير، ويعيد إلى الأذهان من جديد تلك المظاهرات التي تعود إلى الفترة التي كانت فيها الجامعات الأمريكية تنتفض ضد الحرب في فيتنام. هناك مشكلة حقيقية تواجه هذه المظاهرات الآن، وهو أن هناك استخدام من كلا الطرفين لهذه المظاهرات. اليهود يقولون في أمريكا أنهم مستهدفون، أنهم يتعرضون لما
ما يسمى بمعاداة السامية، ولا بد من التصدي لهذا الأمر. على الجانب الآخر هناك تيارات يسارية تحاول أن تقول أن ما يحدث هو استهداف لحرية التعبير في أمريكا، هو استهداف لمحاولة التغطية على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، هو منع لحملات للتضامن مع السكان في قطاع غزة. هذه هي المشكلة من الجانبين. المشكلة الأكبر أن رئيسة الجامعة حائرة في هذا الأمر الآن، لأنها طالبت من المعتصمين في هذه الخيام أن يقوموا بفض هذه الخيام فورا، وأمهلتهم 48 ساعة حتى يتم انتهاء هذا الاحتجاز في حرم الجامعة، وإلا ستلجأ مرة أخرى إلى فض هذا الاعتصام بالقوة، وهي التي كانت قد أدخلت الشرطة إلى حرم الجامعات الأمريكية، وهو ما أثار حالة من الجدل الشديد. المهم أن هذه الأزمة التي تلقي بظلالها بشكل كبير ويتم استثمارها من الداخل العربي وأيضا في الداخل الأمريكي، يتم أيضا استثمارها من قبل مرشحي الرئاسة في الانتخابات الأمريكية، من ناحية الرئيس بايدن ومن ناحية أيضا الرئيس ترامب. هناك تفاعل طبعا من القادة السياسيين في أمريكا بشكل كبير، ولكن لنستمع إلى ما قاله بايدن عن هذه الاحتجاجات لنفهم كيف يتم تفسير هذه المظاهرات من قبل البيت الأبيض ورأس الحكم فيه الرئيس بايدن. Condemn the anti-Semitic protests on college campuses. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians and how they're being. Should the Columbia University president resign? Right this way. I didn't know that. I'll have to find out more about it. طبعا هناك مفاجأة من الرئيس الأمريكي لحجم واستغلال هذه المفاوضات. هو بالمناسبة يعاني من مشاكل كبيرة لدى جيل الشباب تحديدا في أمريكا من الطريقة التي تعاملت بها أمريكا في مساندة إسرائيل، وهناك انتقادات حادة كان يواجهها أيضا داخل حزبه الديمقراطي خاصة من الشباب. هذا الشباب يتجمع الآن في الجامعات، ومن خلفه أيضا قوى يسارية تحاول أن تستخدم المشهد بشكل كبير، وبالتالي بايدن أدرك خطورة ما يحدث، لذلك وصف أن ما حدث هو نوع من معاداة السامية، وبالتالي هو انحاز بشكل واضح لرواية معينة. أما عن الرئيس ترامب وعادته، لا يمكن أن يحدث أي حدث في أمريكا دون أن يربطه الرئيس ترامب بطريقة أو بأخرى بما يسميه دوما فشل إدارة بايدن في التعامل مع أي أزمة، ومنها أزمة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية. What's going on at the college level and the colleges, Columbia, NYU and others, is a disgrace. And it's really on Biden. He has the wrong signal. He's got the wrong tone. He's got the wrong words. He doesn't know who he's backing. And it's a mess. And if this were me, you'd be after me. You'd be after me so much. But they're trying to give him a pass. But what's going on is a disgrace to our country. And it's all Biden's fault, and everybody knows. طبعا العنوان الرئيسي الذي يتصدر وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل في العالم العربي هو: هل تصادر أمريكا التي طالما تحدثت عن حرية التعبير حرية التعبير حينما يتعلق الأمر بغزة؟ هذا هو المحتوى المنشور داخل الصندوق، لكن الأزمة في خارج الصندوق أبعد وأبعد من ذلك بكثير. لكن لنستمع أيضا إلى ما قاله نتنياهو، والذي بالتالي سيستثمر هذا الأمر لمزيد من الحشد الدولي معه. إن ما يحدث في حرم الجامعات الأمريكية أمر مروع. لقد استولى الغوغائيون المعادون للسامية على الجامعات الرائدة. إنهم يدعون إلى إبادة إسرائيل ويهاجمون الطلاب اليهود وأعضاء هيئة تدريس اليهود. هذا يذكرنا بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات. إنه أمر مروع، لا بد من وقفه وإدانته بشكل لا لبس فيه. Let him go! Let him go! Let him go! Let him go!
طبعا تعليقا سريع، لو الرئيس الامريكي بايدن شاهد هذه المشاهد او اي رئيس امريكي دون ان يعرف اين تقع هذه المظاهرات كان سيقول لابد ان يدين ما يتم من اعتقال، لابد ان يدين هذا الامر، هناك حريه تعبير. الجديد ان هذا المشهد في امريكا، وهذا يلقي بظلاله حول طبيعه الازمه الاخلاقيه التي تواجهها امريكا نتيجه الممارسات الاسرائيليه في غزه، للحديث بقيه غدا ان شاء الله. لكن دعونا ننتقل إلى محور آخر لا يبعد بالمناسبة عن مسألة غزة والحرب، ولكن بطريقة مختلفة أو من محور مختلف. أمريكا لم تخفي قلقها في أكثر من مناسبة من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة. هي نجحت خلال الأيام الماضية في كبح جماح إيران وإسرائيل معا والتوقف عما اعتبر تطورا خطيرا نتيجة مواجهة مباشرة ما بين إسرائيل وإيران، لكن عادت من جديد الأطروحات المتعلقة بأذرع إيران. انتهت المواجهة المباشرة ليبدأ الحديث من جديد عن الممارسات والضغوط التي ستمارسها أيضا هذه الأذرع سواء في العراق أو في لبنان أو الحوثي أو في سوريا. لكن الجديد هو أن هذه الأذرع وخاصة في العراق بدأت تنشط من جديد بعد مرحلة كان قد تم فيها كبح لجام هذه الميليشيا العراقية بعد أن قامت القوات الأمريكية بعمليات قوية أكثر من 85 هجوم قامت بهم ضد هذه الميليشيا في العراق وفي سوريا، وبالتالي كانت أمريكا قد حيدت هذه الجبهة. يبدو أن هذا التحييد كان تحييدا مؤقتا ليعود من جديد هذا الهجوم وهذا الاستهداف لعدد من القواعد والأهداف الأمريكية، ما يلقي بظلاله حول هذه الورقة، هل تستخدمها إيران من جديد؟ دعونا يكون لدينا قراءة خاصة حول ما يحدث أو ما ينطلق من العراق، وقراءة أيضا للمشهد الإقليمي بصفة عامة مع ضيفنا الليلة الذي سنفتح معه النقاش حول هذه المحاور ومحاور أخرى. ضيفنا السيد فائق الشيخ علي سيكون معنا، ولكن دعونا في البداية نتابع هذه الاستهدافات والتي تمثل مواجهة كبيرة ما بين الأطراف. في 22 من إبريل شنت الميليشيات المتحالفة مع إيران هجومين فاشلين على القوات الأمريكية في العراق وسوريا. هذه هي الهجمات الأولى على منشآت التحالف منذ فبراير. هذه الهجمات تعرض أفراد قوات التحالف والعراقيين للخطر، وإذا استمرت فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي. طبعا هذه المواجهات تلقي بظلال كبيرة على طبيعة المواجهة، هل ستظل إيران في استخدام هذه الأذرع وإلى أين يمكن أن يصل هذا الصراع، وأيضا القضية الفلسطينية بصفة عامة والحرب في غزة إلى أين تنتهي؟ هناك تساؤلات عديدة نطرحها الليلة في الاستوديو مع السياسي العراقي والنائب الأستاذ فائق الشيخ علي. مرحبا بك معنا على شاشة العربية. أهلا وسهلا ستي. كنت أسأل عن مسألة عودة الميليشيا العراقية لنشاطاتها العسكرية من جديد بعد أن حيدت لفترة ما بعد حرب غزة، هل هي عادت من جديد لتنشط بشكل كبير، وهل هذا يمثل إحراجا للحكومة العراقية مع الولايات المتحدة؟ ما تفعله الميليشيات في العراق هي أشبه بالمشاهد العبثية وما ترميه مما يسمى بالصواريخ أو المسيرات كارتونية، لأنه لا تؤدي إلى أي إيذاء لإسرائيل. هي تستهدف أهداف أمريكية باعتبار أن أمريكا داعمة لإسرائيل، وأيضا يدعون بأنهم قصفوا إسرائيل وموانئ ومناطق على البحر وقصفوا الأمريكان، لكن لم يحصل حتى هذه اللحظة بأنهم قتلوا أو جرحوا أمريكيا. السؤال اللي دائما يتبادر إلى الذهن، يعني طفل مراهق 15-14 سنة أمريكي يدخل إلى مدرسة بيد سلاح يقتل 30 يجرح 40، طيب أنت صواريخ ما تقتل ولا واحد، ما أريد تقتل أريد الجرحة، يعني أريد أشوف دم هالشكل بإيده برأسه برجله، ماكو.
لا، روسيا هاي اللي محكومة من قبل الرئيس بوتين، اللي ممنوع فيها إنسان يقدر يتحرك أو يحمل سلاح بالشارع، يعني مو مثل أمريكا. أمريكا من الممكن تحمل سلاح. روسيا محكومة بقبضة حديدية، دخل واحد المول تجاري قتل 100. طيب يا جماعة، خلي أشوفكم، أنا ما أدعو إلى القتل طبعا، أنا رجل سلام، لكن أنت تقول لي أنا أقصف الأمريكان وقواعدهم والإسرائيليين. طيب يعني أنت تقول أن هذه المقاومة تتخفى تحت شعارات براقة وكبيرة دون تحقيق إنجاز على الأرض؟ كاذبة، شعارات كاذبة، ليست براقة وكاذبة، لخداع الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية بأننا مقاومة. والمقاومة ما عندنا إحنا بالعراق مقاومة، وهذا طرح إيراني، تبني إيراني، والدول الأخرى جماعتهم الميليشيات في الدول الأخرى تتبنى هذا المشروع. المشروع فشل، تبين بأنه دائما يعني بالآونة الأخيرة تبين، لكن هو بالنسبة لنا كسياسيين نعرفه من زمان، بأنهم يتصلون بالرئيس الأمريكي بأننا سنضرب المنطقة الفلانية فانتبهوا. وإذا حصل أن مات أحد مثلا صدفة يعني أو قتل، يموت عراقي مثل ما صار الضرب قاعدة الأسد العام الماضي، مات مقاول عراقي. ولكن هذه الشعارات التي ترفعها هذه الميليشيا أو هذه أو تحت ما يسمى بمحور المقاومة أو الممانعة تلقى قبولا ورواجا لدى المشاعر العربية المتعاطفة للغاية مع سكان غزة، ويقول الكثير من الناس لماذا لا تحارب الدول العربية إسرائيل انتصارا لما يحدث للسكان في غزة؟ لأنه حماس ليست مشروعا عربيا ومشروع إيراني، وإذا أريد بعد أكثر وكلام راح يكون جارح، هي مشروع إسرائيلي حماس في تأسيسها، في تمويلها، في تسليحها. حماس من أين لها الأسلحة الخفيفة الكلاش؟ كيف تدخل يعني غزة محاصرة؟ الآن حتى الأمي عرف بأنه هذا موقع غزة وداير مدايرها إسرائيل. طيب كيف يدخل السلاح؟ ما عندهم ميناء، حتى لو قلتي عن طريق البحر ميناء ما عندهم، كيف يدخل إسرائيل تسمح به؟ من أين لهم المليارات التي يديرون بها الدولة والحكومة ويصرفون على الناس؟ تسمح بها إسرائيل، تعامل بالشكل الإسرائيلي. هذا كان استخدام نتنياهو، ولكن هناك مواجهة الآن ما بين نتنياهو وحماس والثمن يدفع من أبناء الشعب في غزة، وهذا يخلق كما ذكرت لحضرتك حالة من التعاطف. أنت استمعت مثلا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقولوا انظروا كيف واجهت إيران إسرائيل وقامت بإطلاق الصواريخ عليها، أين أنتم يا عرب؟ العرب، أنا قلت أنه حماس ليست مشروعا عربيا، فليس من حق حماس أن يعتبوا على الدول العربية، لأن جواب الدول هي حتى هذه اللحظة الدول العربية لم تجب على هذا السؤال، هي كلها ساكتة. خيار الدول العربية منظمة التحرير الفلسطينية، اعترفوا بها في عام 70 من زمان، وهذا هو خيارهم، وهم متبنين هذه القضية ومتبنين المنظمة وفتح، وكانت أيام زمان برئاسة ياسر عرفات إلى أن توفى الله. طيب أما حماس لا، خيار إيراني. العرب لا يريدون هذا الخيار، ليسوا مع الخيار الإسلامي، بعيدين عن هذا، هم مع الخيار العلماني، ولذا حماس الآن لا أحد يدعمها سوى إيران. وطبعا هناك دولة عربية متبنية، حماس هاي معروفة يعني متبنية من ناحية تمويل، ولكن اللعب هنا يتم على الوتر الحساس، وأنت سياسي مخضرم وتعرفه أن العواطف العربية يعني جيشة دائما في هكذا أحداث. هناك من يقول اذهبوا لنصرة إخوانكم في غزة، هي جياشة دائما وهي خاطئة دائما، كانت جياشة في عام 67 ونحن على وهم وخطأ، كانت جياشة في عام 91 وكنا على وهم وعلى خطأ، في 2006 أيضا كانت جياشة والعالم العربي حرب تموز أيضا على وقبل سنتين لما أيضا كانت هناك حرب في غزة كانت العواطف جياشة، والآن العواطف جياشة جامحة، لكن انكشفت الأوراق بعد، ما عاد أنه أنت بالعاطفة تجبر الناس أن أكون أنا مع القضية كذا، وأنه الشعب الفلسطيني ليست قضية الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني وأهل غزة المليونين وربع كانوا عايشين ما عندهم مشكلة، فجأة حماس جاءتهم من وراء الحدود، دخلت جت من غزة دخلت على، ولكن حماس تقول لك أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وعن قضيته وأواجه الاحتلال. خلص عليها أن تتحمل المسؤولية، لا تحمل العرب مسؤولية، عليها أن تحمل من دفعهم لأن يهجموا على إسرائيل. نعم أنا مع تحرير الشعوب، مع القتال، مع استرجاع الأراضي، مع الحفاظ على كرامة الإنسان العربي،
نحن ست رشا منذ طفولتنا تربينا على القضية الفلسطينية. أرجوك، يعني مو إليك طبعا الخطاب موجه للآخرين، لا مزايدة على هذه القضية، لا حد يتهم أحد بأنه هذا متصهين يدعو إلى التطبيع، يدعو أي تطبيع أي متصهين. إحنا الناشئين حليبنا كنا نرضى على القضية الفلسطينية وأنه أرض مغتصبة والإسرائيليين أخذوها واستولوا على أراضي وكذا، مو جديدة علينا القضية. لكن يوميا يطلع لنا قائد يستهتر بالقرار العربي وبالشعب العربي ويزجنا بحرب وندمر، نقعد الصبح نلقى بلداننا محتلة، أراضينا محتلة، سيناء أخذت، الجولان أخذت، فلسطين أخذت، العراق دمر، دول أخرى دمرت، خاصة العراق بلدي أنا باعتباري عراق. طب لماذا لم يتم التعلم من هذه الدروس؟ قد يكون هناك منطق يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لا أحد يتعلم من هذه الدروس. والدليل هذه الموجة من ما يسمى بالتيار الشعبوي الذي يتصدر. والله هذا أعظم سؤال بحياتي يمر. شكرا. جميل جدا. قبل أيام الدكتاتوريات نقول إنه الإعلام، يعني كان أحمد سعيد في مصر وإحنا عندنا بالعراق محمد سعيد، السعيدان محمد سعيد الصحافة وأحمد سعيد، طيب ها هذول هم اللي يخدعون الشعوب وهم اللي يجيشوها وهم اللي يدعون سندخل تل أبيب سنحرق نصف إسرائيل سنفعل سكذا. طيب الآن ما في حاكم دكتاتوري ولا في توجيه إعلامي، ما في الآن دول العربية من أكو عندنا واحد مثلا مثل صدام حسين لو جمال عبد الناصر لو معمر القذافي، الآن ما موجودين بالدول العربية. العتب يوجه إلى الإعلام العربي، الإعلام شعبوي وليس الحكومات. الحكومات لا ساكتة وما سمعت أنا أي تصريح. نعم نتبنى القضية الفلسطينية، نلجأ إلى مجلس الأمن، إلى هيئة الأمم المتحدة، صحيح هذا الكلام موجود، أكثر من هذا ماكو. تعال شوف الإعلام شو مسوي، ماذا فعل الإعلام العربي بالشارع العربي، شنو من رهانات، ما هي هذه التحليلات، الحديث عن مقاومة عظيمة وبطولة لا يوجد، لا يوجد مقاومة ولا بطولة، يوجد اكتساح حتى هذه اللحظة. لكن يقولون أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، حتى أن هناك تصريحات لوزراء في حكومة نتنياهو لم نحقق أهدافنا بعد في الحرب. وهذا السؤال الثاني الذي أنا أشكرك عليه، شنو لم تحقق أهدافه؟ هو من الذي بدأ في هذه الحرب مال 7 أكتوبر؟ هل الذي بدأها إسرائيل؟ نعم إسرائيل دائما معتدية ومغتصبة ومحتلة أراضينا وتعتدي على شعبنا العربي الفلسطيني، طيب فهمناها هذه القصة، لكن في 7 أكتوبر من الذي بدأ بالحرب؟ الجواب حماس. ما هي أهداف حماس في هذه الحرب؟ أنا أريد أطالب الإعلام العربي والمحللين العرب كلهم الرجاء توجيه هذا السؤال، أنه أنت بدأت الحرب شنو أهدافك؟ أريد أعرف أهدافك، مو تقول لي أهداف إسرائيل. قالوا نصرة للقضية الفلسطينية ولإعادة الاهتمام إليها بعد أن ضاعت والوقوف ضد اليمين الإسرائيلي. الآن الجواب سيأتيك. أهداف إسرائيل، ما تسأل عن أهداف حماس لما هجمت وهي التي بدأت، تقول لي أهداف إسرائيل. أهداف إسرائيل واضحة بأنه احتلال الأرض وتشريد الناس، خلص انتهينا، هاي أهداف إسرائيل من قديم الزمان. أما أنه صرحوا المسؤولين لم تحقق أهدافه، كيف لم يحققوا أهدافه؟ قضوا على غزة، شردوا 2 مليون من أهلها، هاي أهداف إسرائيل، أكثر من هذا ما هو. السؤال ما هي أهداف حماس؟ هل كانت أهداف حماس تشريد شعب كامل والآن لاجئ يتحصر على لقمة؟ هل أهداف حماس قتل وجرح وتعويق 110 ألف فلسطيني؟ هل أهداف حماس كل البنية التحتية؟ بالمناسبة أنا أول مرة أشوف غزة أجمل من بغداد، أنا قبل ما شايف غزة بالتلفزيون، هذا في بناء تقصد وفي قبل أن تهدم. نعم. ما عندي تخيل بأن غزة بهذا الجمال وهذا التخطيط وهذا البناء، تهدمت راحت خلص انتهت، ما يحلم بعد الفلسطيني أنه يرجع الغزة، وإذا رجع كيف يعيش؟ هل أنه نعود إلى الأسطوانة المشروخة السابقة أيتها الدول العربية تعالوا دفعوا مليارات؟ أعتقد العرب ما راح يدفعون، راح يقول لك هاي ليست مسؤوليتنا، إيران ورطت غزة ورطت حماس، خلي حماس تأخذ من إيران الأموال وهي اللي تعيد البناء. ولكن أليس هذا من وجهة نظر البعض تخلي عن هذا الشعب الأعزل الذي يواجه هذه المأساة وحده، بغض النظر كما ذكرت حضرتك هناك من ورطه، لكن في النهاية ولكن العرب لو سألتيهم
هذا السؤال سيقولون لك نحن لم نطلب من حماس أن تهجم على إسرائيل أو أن تبدأ الحرب أو أن تشعل فتيل الحرب، نحن لم نطلب، فكيف تحملين هذه المسؤولية؟ لا نتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب، حملي حماس، هم الذين يتحملون المسؤولية. طيب إيران التي تقول دوما أنها تمتلك القرار السياسي في 4 عواصم عربية منها العراق، هناك تساؤلات كانت دائمة، وربما أطرح السؤال بصراحة أوضح، العراق تحديدا كحالة سيطرت فيه إيران وفقا لتحليلات عديدة على القرار السياسي، حتى أنه يقال ويمكن أن تصحح لي أنه لا يأتي رئيس حكومة إلا إذا وافقت إيران عليه، تتوافق مع هذا الأمر أولا لأطرح عليك السؤال؟ أي طبعا استمر، أي طبعا أوافق. أوافق. طيب لماذا لم تتكون جبهة داخلية؟ وهذا ليس تحريضا على مسألة التقسيم المجتمعي أو الطائفي ما بين السنة والشيعة، ولكن أنت من الشخصيات السياسية البارزة، لماذا لم يتم تكوين طيار سني حقيقي قادر على التصدي لكل محاولات إيران وطيارها؟ إيران لا تسمح بذلك، وشيعة الحكم شيعة السلطة لا يسمحون بذلك، هم لا يستطيعون أن يعني يمارسوا أدوارهم بنفس القوة على الأكراد، رغم أنهم استطاعوا أن يشقوا الأكراد، لأن جزء من الأكراد مع إيران والجزء الآخر ليسوا مع إيران. طيب السنة لا، سهل جدا، لأنه في مناطق من السهولة بمكان أنه الشيعة السياسيين والميليشياويين يهجمون عليهم أو يجيبوهم إلى ما يريدونه، هذا صحيح، ولذا إيران لا تسمح، والسنة عندهم هذا الاستشعار، خاصة الوطنيين منهم تحديدا، وليس هؤلاء الذين قبلوا بهذه المعادلة وقبلوا بالمحاصصة وحتى يصير مثلا وزير أو يصير نائب ويقبل أن يكون ذيلا للحاكم الشيعي السياسي الذي هو بالأصل ذيل لإيران، يعني ذيل لذيل أو نهاية ذيل لذيل، هالشكل هذول قبلوا بهذه المعادلة. الآن هناك مساعي، هو كانت خلال تلك الفترات أنه مساعي بناء جبهة وطنية وشخصية سياسية وطنية، لكن التآمر الإيراني عليهم كبير، كلنا نتذكر تجربة عام 2010 والانتخابات اللي حصل فيها الدكتور إياد علاوي على 91 مقعد، وكل الشيعة السياسيين حصلوا على 89 مقعد، وكان من المفروض أن يشكل هو الحكومة، كانت قائمته في أغلبيتها سنية، لكن الكل تآمر عليها وأبعدوه عن السلطة. الآن هنالك تفكير لدى السياسيين السنة الوطنيين الحقيقيين بأنه أيضا يشكلون كتلة من هذا النوع ويختارون شخصية سياسية حتى يكونون جزء من هذه المعادلة، على الأقل شخصية وطنية عراقية. مشكلتهم لا يستطيعون إبراز شخصية سياسية سنية في ضوء تزاحم السياسيين الشيعة وكثرتهم وغلبتهم على السنة، يعني السنة يعتبرهم أقلية في العمل السياسي، فما يقدرون يقدمون شخصية. إذن سنظل في هذه الدائرة والدوامة ولن ينتهي الحال، سنظل هكذا، وأن المسألة أن يتم معايير بعيدة عن مسألة المحاصصة ما بين السنة والشيعة والأكراد، فكرة الدولة المدنية بالمعنى الحقيقي. ما دام إيران تحتل العراق وهي المسيطرة على العراق، هاي المعادلة. أنت تقول تعبير خطير، إيران تحتل العراق. والله لا تقول تسيطر على العراق. لا تحتل، هي تحتل تحت، أكو تعبير، خلي أفكر من ناحية سياسية عميقة، هل هناك تعبير أدق وأقوى من كلمة تحتل من فعل تحتلوا؟ لا ماكو، هو تحتلوا، تحتلوا أي تحتلوا العراق من الفاو إلى زاخو، ومسيطرة على كل على الأموال، على الواردات، على السياسيين، على الحكم، على مؤسسات الدولة، على تعيين ليس مسؤول أو مدير أو وزير أو كذا، وإنما فراش في أي مؤسسة. طيب سؤالي الأخير، هناك حصل نوع من المواجهة المباشرة ما بين إيران وإسرائيل، وبدأ أن الصراع إقليمي ما بين القوتين، ميزان القوة ظهر أنه لصالح من وفقا لتقديرك؟ لو مو إيران، لو العالم كله يحارب إسرائيل بالأخير ينهزم العالم كله. سؤال لماذا؟ لماذا؟ إسرائيل يعني تعني من ناحية القوة والواقع تعني أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالله عليك من الذي يستطيع دحر هذه الدول؟
وتعني أيضا حتى روسيا. أخاف البعض يعول بأنه الروس لا لا، حتى الروس داخلين بالمعادلة مع هذا، ماذا يحمون إسرائيل؟ فمن الذي يستطيع؟ كل اللي نشاهده الآن هو عبث وهو ضحك على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، وبالأخير إحنا الشعوب ندفع الثمن والضحايا وإحنا نتحول إلى لاجئين. أنا ما دام قلت هذا الأخير أيضا لابد أن أقول من كلمة أخيرة. أنت الآن تقابلين رجلا عاش مراحل اللجوء وعاش المقاومة، نعم، والحرب مع نظام صدام، نعم، فيعرف عشت كل سنوات المعاني. في لندن وخط نضالا إعلاميا وفي مخيمات اللجوء، نعم، بالسعودية وإيران وغيرها، نعم. فأفهم وواجهت صدام حسين عام 91 وواجهت، أفهم شنو معنى المواجهة والمقاومة، وأفهم النتائج لما يكون ميزان القوة ليس في صالح الثائر، أفهم النتيجة دمار، دمار للعوائل ودمار للناس وللشباب نعم. هذه الكارثة، هذه رسالة سياسي مخضرم يتوجه بها عبر خارج الصندوق. شكرا لك السياسي العراقي والنائب السابق السيد فائق الشيخ علي، شكرا لك. وشكرا لك والعربية والمشاهدين. شكرا. أنا طالع بدون أكل، بنام بدون عشاء، والدار فاضية ولا فيها إيش الدار، والله ما فيها، الثلاجة فاضية من قبل الحرب، كمان قبل الحرب في غزة معاناة، البنت بالدار عيط لنا نام بتنام بدون أكل، كل الدور تهدم، لا في شؤون ولا في لو في مدرة ولا في إشي. أنا بغزة الحياة 180%. خبر مثير، بات وزير الداخلية الإيراني ملاحق من الإنتربول، ما القصة؟ الحكومة الأرجنتينية طلبت من باكستان وسريلانكا توقيف هذا الوزير، كان الرئيس الإيراني في زيارة إلى الأرجنتين وتم الحديث عن هذا الأمر، هذا الوزير تحديدا باعتباره العقل المدبر لهجوم نفذ على مركز يهودي لو تتذكرون حضراتكم في بيونس آيرس عام 94. وكان وزير الداخلية الحالي وحيدي، أحمد وحيدي، كان قائدا لفيلق القدس في هذه الفترة، وكان رئيسا لوحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني، وأصدر الإنتربول هذه النشرة الحمراء بحقه ليقطع الوزير زيارته سريعا ويعود إلى البلاد، ويترك رئيسه ليحاول التعامل مع وسائل الإعلام التي وجهت العديد والعديد من الأسئلة لإيران حول هذا الأمر. هذه القضية تعود إلى فترة كبيرة، صحيح أن هناك توافق أو اتفاقية كانت قد عقدت ما بين الأرجنتين وما بين إيران في هذا الأمر لمحاولة ضبط مسألة التحقيق في هذه القضية التي يتورط فيها أيضا 8 من القادة الإيرانيين، وجهت إليهم التحقيقات التهم، ورفضت إيران في هذه الفترة تسلمهم أو الاستماع إليهم، لكن الأرجنتين أدانت بالشدة ما يحدث وقالت أن هذا اختراق لما تم الاتفاق عليه من أنه سيتم التحقيق مع بعض المتورطين خارج الأراضي الإيرانية للبحث عن دورهم الحقيقي في هذه القضية. طبعا إيران كانت ضد فعلها الرئيسي أو رد فعلها الرئيسي كل ما يحدث كذبا وافتراءا. نلقاكم غدا في خارج الصندوق، إلى اللقاء.